اختتمت بملعب أحمد زبان بوهران الدورة الكروية للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك بمشاركة فرق الجمارك الدرك الوطني الشرطة والحماية المدنية. هذا وعرف نهائي حضور جمعية راديوس كضيف شرف، حيث مثلها رئيس الجمعية قادة شافي بمعية قدماء اللاعبين على غرار مراد مزيان، ناصر بن شيحة ورضوان بن زرقة، حيث وجهوا نداء للشباب من أجل الابتعاد عن الآفات الاجتماعية والمخدرات. كما كرمت الجمعية مسؤولية الجمارك الحاضرين بميداليات اعتراف نظير المجهودات التي يقومون بها. التغطية لياسين راشي. الحمد لله اليوم راهم يحوسوا يعني بهذه الدورة الكروية التقريب، ويعني الرسالة تاعهم هي للشباب الجزائري أنهم هم دائما كذلك يبذلون مجهود كبير في محاربة الجريمة والمخدرات. ما يخص الدورة الكروية اللي جرت اللي نظمتها المديرية العامة للجمارك جازت في ظروف جيدة الحمد لله، ظروفات بصفة جيدة وما كانش حاجة نقول حنا نقائص ولا، والحمد لله الحماية المدنية وصلت للنهائي. نشكر المديرية الجوية للجمارك لإقامة هذه الدورة بين الزملاء بين الحماية المدنية بين الجمارك بين الدارك والشرطة. الحمد لله فاتت في ظروف جيدة، التنظيم كان محكم.